الحيرة الزاق يا كريم يا الله يا الله راجح اتسرعش القلوب ما قديش نظيفة والسد مغلق ما فتحوش لليوم فقدت ناس كثير كنت أحبهم لكن ما اكترتش عليهم مثل ما اكترت على يحيى أنا زعلة عليك أنت يا ولد ولا عاد خليت أحد في بيتك لا ولدك ولا أولاد أخوك حتى أمك امسك هذا آخر مهم لك ترددت قبل ما أدخل القرية خفت على أخي وعلى بيتي أنا مش حلفت ليش يمين ما تروحي خطوة نحو السد وكلمتش ونبهتش أن أنت ما تكلمش راجع الاسم هذا عاد اخليه عليك انت خاله وما عاد تختار له الا اسم حالي سموه يحيى اليوم انا شا اخليك تتعرف علي وعلى طريقتي عشان تبطل تكذب ما رايك اعجبك المكان لايقبك مه جمعتنا بطن واحدة فرقتنا الدنيا ويخطى النهار ويخطى الليل وأواسي نفسي
وأقول ابني مستحيل يفلتني. خلاص جهزي نفسك وجهزي البيت، احنا اتفقنا احنا وريحنا نشل على وي شي تدفنها مثل ما دفنت بنت امها من سنين. حتى بنتك ظلمتها يا خال. انا كنت اعتقد انك ظلمتني وحدي وبس. صراحة مكان مناسب لك جدا، وكأنهم صمموا هذا المكان عشانك. أكيد تعرف هذا المكان، تذكرتي يا أمير؟ أمير المسكين اللي ما كانش يخرج من البيت، وكان إذا بكى تخرج أمه وتسب وتلاحق عيال الحارة وتضعفر بهم. ألعن معك ثمتي، يضعفر بقري كلها مش بس بعارة. بما أنك ذكرت أمي خليني أعزيك في أبوك. عزي من؟ عزي القاتل بنفسه؟ قاتل أبوه؟ حسيت الآن؟ حسيت لما يكون الشخص عزيز وغالي عليك؟ خاصة لما يكونوا ضحايا. ضحايا من؟ ضحايا صخر وغسان. احنا نغلط وهم يدفعوا ثمن اخطائنا. المفروض من يموت ها؟ احنا وهم؟ احنا اللي مفروض كنا نموت. اسمع يا غسان، اقسم بالله لو أعرف بس النكلة في يدي في الموت يحيى ما أحد بيرحمك مني. وش أوصل لك لو كنت فين ما كنت؟ لا تتأخر، مكانك منتظر لك. تأكد إن هذا المكان ما شدخلش إلا إذا قتلتك. يا ولي يا عبد يا صخ، الو ها علوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا نورتي قلبي ونورتي البيت كله. أنا فاقدانش قوي يمه. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على عافيتك. تعالي جلسي من اليوم ولا عاد تتمهري. أنا الصدق هكذا شاغي، فلت عملي وجيت عشان أسمع الكلام الحالي. كيف حيا خالة؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله والله منيش نورتي القرية كلها بضحكتش الحالي. أنا فدل قلبش. كيف أنت يا سلمى؟ الحمد لله حيب بخالي. الله يحييش ويعافيش. ويني أختي؟ أختش جت لام السطرق ورجعت بالسيارة. يو ليش؟ صبرت لي من كثر ما أنا فارحة بالجزمة ما عادش يخلص. حيب أختي حيب حيب. كيف أنت؟ حيب القمر حقنا. أول مرة دي صدق. كيف أنتي؟ الحمد لله الحمد لله يا أختي. يو يا خالة عاد أنا رفعتها. يو لو حد خاطي ويبسرني، أنا وصاني المرحوم إن ما حد يبسرني. طيب أنا شاسي لغير ملابسي
شنزل الساحة، رجال القرية منتظري. أنت وبهيل الجزمة حقش. اسمع يا حميد، هذا المرة نفتح السد وأنت ما عاد تقدر تعرقنا أبدا. صخر، اصبر يا صخر، لا أنت ولا غيرك تتعدوا على ممتلكاتي. تفضل يا حاج مقدام، هذه وثيقة إن أنا اشتريت من جابر وياسين شاهد على هذا الكلام. إذا فعلاً أثبت حميد أن السد في أرضه، اقرأ على مشروعنا الفاتحة. ما يفعل حميد هكذا إلا لأجل يغلق السد، وكأنه مخطط لهذا الساعة بالضبط. اصبروا اصبروا، لا تحكموا على الموضوع من أول مرة. بصيرتك سليمة يا حميد، لكن ما يحق لك انك تمنعهم من فتح السد ولو معك وصلات، خاصة ان معك شريكين اثنين راجح وخيزران بنت الحج معروف. بنت الحج معروف عندها لي دين من زمان والى الان ما قد جابته، ويحيى انا ضمنته قبال الرياحنا كلهم يوم ما سرق الدكتور، وارسلت له 3 مليون ريال مع بشير علاج لأخته. وبشير عندكم، اسألوه. حميد حاسبها صح وحاسب لكل شيء. أنا كلمتك أول ما وصلت يا صخر إن عندكم دين ولازم يتسدد، صح وماشي، وإن هذه الأرض هي اللي عاد تسدد دينكم، صح وماشي. تفضل يا حاج مقدام، وهذا وثيقة ثانية بيع وشراء بيني وبين راجح الرياحني. تفضل اقرأ. اقرأها. راجح، متى وكيف يا حميد؟ يا جماعة، الراجح مختفي له يومين، وأكيد حميد خطفه وغصبه مثل ما غصب جابر. يا ولدي خليك من المجابرة الزايدة، هذا اللي ما لها معنى. الرجال له مختفي من زمان، وين انت راقد؟ يكفي يكفي، حرام عليك يابا، ضيعت القرية كلها، ضيعتني معك. تعال يا عم راجح، تعال. قول لنا يا عم راجح، ايش اللي حصل لك؟ لا حول ولا قوة الا بالله. أنا رجعت قريتي بين أهلي وناسي، أستأمن بكم، بس والله ما ظنيت بعدي هذا كله. حدك عندي يا راجح، بس قل لي من هو هذا. هذا المجرم حميد خطفني وحبسني وبصمني على البصير بالقوة. يا حاج مقدام، يا حاج عابد، قل لي كيف نحكم على حميد؟ احكم عليه يخرج من بيننا وذا العيب، لأن أفعاله ما تفعلها شرقاء، وبعد الشرع والقانون ياخذ مجرى. حميد، تخرج من بيننا الآن وستجلس في بيتك، وما تخرج إلا بإذني. تخرجوا من وتحكموا على من؟ عقلوا؟ حميد، اخرج منها. ليش هذا كله؟ للماء، وإحنا أخوة وأهل وبنشرب من سد واحد، ومثل ما قدرتوا تعملوا السد هذا رجال ونساء وأطفال، تقدروا تحلوا الخلاف هذا بينكم، وتقدروا تعملوا سد واثنين وثلاثة، ويمكن نوصل الماء لكل بيت.
اسمعوا يا جماعة، احنا ما اجتمعنا اليوم هانا الا عشان نحل قضية السد، ولازم نخرج من هانا بحل، وانتوا اعلم بهذا القضية مني، ولازم الكل يقرر صغاركم والكبار. يا اما ان انتوا تفتحوا السد والكل يعبي من ماء السد، او ان انتوا ترضوا بفكرة الشباب تعملوا خزانات وتعبوها من ماء السد. انا مع فكرة فتح السد اولا عشان نوقف حميد عند حده، لان معه نصف الارض. ما رأيكم يا جماعة؟ بعدك يا شيخ، بعدك يا شيخ، بعدك. كلامك صح يا مقدام، لا بد نفتح السد، حرام إذا البيوت كلها تستوي. وانت كلامك أمانة قد الدهبوك زمان، هو اللي ادى الحل الصدق. من أجل هذا الخلاء أنا شا أقول لكم قرارة، والرأي الأول والأخير هو لكم. ما قلتوا يا جماعة؟ ادي رأيك يا ناصر. وإحنا بعدك يا ناصر، ما نشتي إلا الصلح والسلام. قبل كل شيء إحنا اتفقنا يكون السد للبيوت مش للأراضي، وانتو بتسقوا أراضيكم من السد. ما حد عايز يسقي أرضه، والجميع يلتزم بهذا. وبعدها نفتح باب ثاني للسد على حسب ما يكون للمجاور، يكون للرياح. والصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم عليه. إذن على بركة الله، على بركة. يلا بسم الله، وكلنا على الله. على وين؟ ربط الله سوف شيء، سوف شيء. صخر، هذه بيجامة يحيى، البسها. مالك ساكت ومطمن؟ في شيء؟ تحاكى. شكرا، تسلمي. صخر، من يوم ما جيت يا ابني وانت على هذا الحال، مالك؟ انت في بيتك وعند امك واخواتك، لو في شيء تحاكيت يا ابني. لأول مرة أحس بهذا الإحساس، أحس أنني عاجز وضعيف، ما أناش داري أعيش مع من. إذا جلست أنا حسيت أنني ثقيل وغريب على هذا البيت. إذا صرت لعند أمي جميلة، لما قدرت أسامحها ولا قدرت أكلها. أنا تعبت، تعبت ما عرفت إيش أعمل وبأي عقل أفكر. راحتك يا ابني، أنا حاسة من تصرفاتك معي ومع أخواتك وكأنك مجبور تسايرنا وتعيش معانا. لا تحملش نفسك يا ولدي فوق طاقتها، واختار المكان الذي يعجبك، محل ما يعجبك جلست، سواء عندي ولا عند جميلة. سامحني يا ابني، عذبتك وعذبت نفسي معك. Thank you.
عبد حميد. يا عم حميد، يا عم حميد. الحق الحق يا عم حميد، أهل القرية اجتمعوا وقرروا أن يطردوك من القرية. أنا ناصر. خير يا ناصر. هادقة غدوة تخرجي وتعترفي من كل أهل القرية إنش قتلتي صابر. ما بتقولي يا ناصر، أنا ما أنت قتلتي صابر يا هادقة، وراجع كلمني بكل شيء. ما عاد فيش داعي تخبي وتنكري، ويكون علمش انش حتقولي الصدق والحقيقه وتعترفي غصب عنش، فهمتي؟ او اجمع الصغير والكبير عليش واقول الحقيقه، يرضيش ان راجع يحكم على بالاعدام ظلم؟ عادقة اعترفي حسلش، اذا اعترفتي فانتي حتجنبي حرب بيننا وبين الرياحنا، حتوقفي حرب بيننا عادقة، وحنحل الموضوع بيننا نهائيا. خلص برهانة ولا عاد اسمع بك القريه. سمعيهم سمعيهم من اجل يعرفوا ايش الذي فعلتيه. ناصر جيت في وقتك يا فراس. ما بفعل هذا. جيت يا اخي في وقتك ولا حتى على اختك. اختك بدور المصائب يا فراس. ليش انا شيء حصل؟ ايش تعمل؟ اسالها. عتقة ايش اللي حصل؟ ناصر جنن يا اخي جنن، وجاي عايرني. ها؟ جاي عايرني. يا ناصر، ناصر، يا ناصر، راعي راعي، ناصر، ناصر. ناصر، 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 ماشي من عاتقة. فراس ناجح بريء، وعاتقة أختك اللي قتلت صابر. عاتقة القاتلة يا فراس. جننت يا ناصر، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ تصدق ناجح وتكذب عاتقة عليه بنت عمك ومثل أختك؟ ناجح كان قادر يتكلم ويقول الحقيقة من وقتها، لكن ناجح فشل وما استطاعش يتكلم وخاف على عاتقة. أنت تعرف عاتقة، مش ممكن دكتور. عاتقة القاتلة يا فراس. الآن نسكت ونستر على عاتقة، هي بنت عمك. إيش تقول يا فراس؟ نسكت ونستر على عاتقة ويتعاقب إنسان بريء؟ أنا ما قصدي يتعاقب، يهرب، يتخبى، يتسرب. تشتيني أكذب يا فراس؟ تشتيني أكذب وتستر على عاتقة واللي قتلت صابر؟ مش ناصر المناور الذي يكذب ويتستر على القاتل الحقيقي. اسمع يا فراس، ما بش معاكم حل ثاني غير إنك تصير تقول لأختك تبكر غدوة الصبح وتعترف أمام كل أهل القرية إنها قتلت صابر، ولا أنا شاتكلم وقول الحقيقة أمام الجميع. فكروا، معاكم مهلة الغدوة الصبح، فهمت؟ بتدافع عن رياحني يا ناصر، 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 ناصر. يا الله سترك. ناصر، ناصر،
ناصر 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 يا ناصر يا ناصر. زيد 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 صوب ومسكين صخر. من وين طلع لنا صخر هذا؟ اسمعني يا عبدول، تجمع لي كل الرجال الآن، تحرك. ادفع الثمن غالي يا حاج مقدام، وعيدفع الثمن كل رياحني فكرني يوقف في وجهي. اشتي الكل يذكر الليله هذه وينسوا ليله موت صفيه، وعد احرق لهم القريتين حريق. اشتي اسمع بدل التطبيل تهليل، اقتلوا كل فرحة. اشكي اسمع بدل زغاريد بكا وصياح، ويوصل بكا الحريم لكل قرية. اشكي اشوف السماء حمرة والارض دخان، اشكي موكب عرس علوي انقلب الى موكب دف. الآن خلاص قرية الرياحنا ما فيهاش غير كبير واحد وبس، هو حميد الرياحني. احنا بعدك يا عم حميد، انت غير أمرنا بس. رعوا لي انا يا راجح. مالك فلت العرس وجيت؟ مالك فلت العرس وجيت؟ ما اعلم ما في قلبي راجح الا ارحم الراحمين. تاني بضمير من جهه، ورجعت غريب وسط قريتي من جهه، كل هذا بيحز وسط نفسي. ويحن عاد اخرج من هذا؟ ما ادري. غلطتك يا راجح انك ما قلت ان عاتقه قاتله. كنا دفنا المشاكل كلها مع صابر. وغلطت أكثر إنك هربت. أنا ما هربت، أنا سرت وجلست في الزرع حق ناصر لا قبل الفجر أفكر أقلبها معه، كيف أفعل، كيف أسوي، كيف أتخارج. ما
بعدها قررت أتحاكى بالحقيقة وصرت لا عند ناصر لا بيته، وشرحت له كل الذي حصل بالتفصيل. وبعدها ناصر خرج ساري بسر فراس وعاتقه. يعني أنت الذي خرجت ناصر هذه الليلة من بيته؟ أنا أكدت عليه أنه ما يخرج، وخطيت من عنده سرت بسر جابر أخي، ما وصلت إلا بنفس البيتي بحرق بكله. لكن فراس ما ذكر أن ناصر كلمه قبل ما يموت. لحظة لحظة، معقولة فراس هو القاتل؟ لا لا لا، ما أظنش. احتمال أن ناصر ما دخلش القرية المجاورة، لأنهم لقيوا جثته خارج القرية. يعني فراس عندها الخبر كله، هو الذي أجيب عليها كل هذا. قم اخرج معي. راعي يا حج مقدام، الليلة العرس حق علوي، خلي أتعدي على خي وغدو لنا خبر. إن جاء أم الصبيان هذا وإن جاء الكبريت جني شلها عيشة. أيوة حكمت المحكمة حضوريا بالآتي: أولا إدانة المتهم غسان مذكور بواقعة جريمة قتل المجني عليه يحيى ناصر المناوري عمدا والمنسوبة إليه في قرار اتهام النيابة. ثانيا يعاقب المدان غسان بعقوبة الإعدام حتى رميا بالرصاص. ثالثا إلزام ورثة المدان بدفع مبلغ 1,000,000 ريال يمني وتسليمه لورثة المجني عليه أتعاب ومخاسير التقاضي. هذا ما تبين لنا وبه حكمنا، والله الناصر والمعين. رفعت الجلسة. الناس عمرها ما عتنسى من كان يشتي يوفق بينهم ويصلح، وعتدعي على كل ظالم حرمهم من حقهم وكان السبب في تعبهم. لا موت الأب بيتم، فمقتل الأخ يكسم الظهر، والعائلة ما يعرف معناها وقيمتها إلا من فقدها. الحرمان من الأب والأم والأسرة مش هو سبب أبداً أن الإنسان يتخلى عن فطرته وعن أخلاقها الحميدة. إذا انحرمت من شيء ومش من حقك أنك تأخذه وهو مش من مصيبك، ومهما جلست متخبي في الظلام لابد ما يطلع النهار. لا تخلوا أي حد يسرق منكم فرحتكم، ولا تخافوا غير من اللي خلقكم. باقي فيكم أرواح للحب، أحلامكم عتعيش. اجتمعوا وفرحوا، انسوا أحزانكم وتذكروا أفراحكم وعيشوا الحياة. اللي ماتوا وتركوا الحياة الناس تحبهم،
عيبقى وأحياء في القلوب. والظلم لا بد له من نهاية. الله يسامح في حقه، لكن ما يسامح في حق المخلوق. وتذكروا أن الله حق العدل يشتي قوة، والحق عمره ما كان ضعيف، وما يضيع الحق بعده مطال. الإنسان ما معه إلا أفعاله، إما أنها ترفعه أو أنها تحرقه. يحيى مدى الحين نام مرتاح، طايع والديه، يعيش راضي ويموت مرضي عليه. أتعود المياه وأتعود الحياة والنفوس كلها عطيب. افتحوا طريق القلوب وعيسقيكم سد الغريب.